ولمزيد من النقاش حول الفساد المستشري في القطاعات الحكومية بالعراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد إبراهيم العجيلي. مرحبا بك معنا. مرحبتين، تحياتي أستاذ، الله يخليك. أهلا بكم. أهلا بكم. حجم الديون المستحقة لوزارة الكهرباء للمؤسسات الحكومية تجاوز كما قرأنا قبل قليل 3 تريليونات دينار. ماذا يعني أن تمتنع الوزارات عن دفع مديونياتها لوزارة الكهرباء؟ نعم، هو حالة من التسيب والفساد في نفس الوقت، وعدم الشعور بالمسؤولية، ومن يحاسب من؟ يعني هذه التركة اللي تركتها هذا الوجود الجديد، الوجود الإمبريالي في العراق، سواء الاحتلال الأمريكي أو التدخل الإيراني الفظ الذي يعلن هيمنته على العراق، هذه كلها تضع العراق في إطار المسؤولية للمحتلين عن تدهور الوضع في العراق، سواء الطاقة وفقدان الكهرباء ونقصان المياه الشرب ونقصان الأدوية وإمكانية فقدان إمكانية العلاج للمرضى. كل هذه الأمور الأساسية في الحياة الإنسان التي كانت متوفرة مجانا في جميع العهود فقدت في هذا العهد. نعم. اللي تحكمه أمريكا وإيران. نعم، لكن إلى أي مدى تؤثر هذه المديونيات وعدم تحصيلها على أداء الوزارة في تقديم باقي الخدمات للمواطنين أو للمواطن العادي؟ يعني هو الاحتلالين يستهدفون البنية التحتية أساسا، وبالتالي البنية الفوقية والتقدم اللي حصل في العراق من الصناعة والبناء الاقتصادي والبناء الاجتماعي، هاي كلها البنى سوف تنهار على أثر انهيار البنية التحتية. فإحنا بانتظار الآن انهيار جميع البنى الاجتماعية التي كانت من حصيلة عمل وتطور عمل المجتمع في العراق في العهود السابقة، آلت إلى الانهيار والتدهور. وبالتالي إيش قد ما يقدرون يمتصون هذا الموجود، سواء يسرقوه أو يتلفوه أو يغيبوه كديون غير مستحصلة، وبالتالي حتى المصانع مثل ما احنا نعرف والعالم يعرف، حتى المصانع تفككت وانبعت خردة. وبالتالي هذه مثل ذهديك، يعني ديون الكهرباء عندما تحصل ممكن أن يتطور الكهرباء أو ممكن جانب من الكهرباء يتحسن، لكن عدم الإيفاء بهذه الديون معناه تحطيم القدرة على إعادة الكهرباء كليا أو نصفيا أو جزئيا أو إلى آخره. نعم. فإحنا نسير إلى الوراء حقيقة. للأسف هذا في موضوع الكهرباء. في موضوع المياه والمجاري مثلا، وجهت محافظة ذيقار إنذارا نهائيا بحق شركة إيرانية بسبب تأخر تنفيذ أعمالها في الشطرة. السؤال عن هذه الشركات الإيرانية، هل يعني يبدو أنه ليس عليها رقيب وأن لديها من الحصانة ما يدفعها للتأخر من دون خوفها من الجزاءات؟ هذه معروفة، يعني هناك شركات وهمية وهناك شركات ليس لها خبرة، هي المهم تدخل بواسطة وسطاء يتلقون منها الكوميشنات، وهذه الكوميشنات تحمل على العقود بغض النظر عن إمكانية الشركة من ناحية فنية لإنجاز هذا المشروع أو إمكانياتها أو خبراتها، بعدم النظر إلى ذلك، وبالتالي ممكن تكون شركات وهمية أيضا، وبالتالي تخفق. ولكن المهم هي أن تستحصل على الأموال وتقدم الرشاوي لأصحاب الكوميشنات، وبالتالي تخفق وتنسحب أو تطرد نهائيا، ولكن المهم أن المشروع لن ينجز. نعم. طيب، إلى جانب ذلك هناك يعني أيضا فساد في قطاع التعليم وبناء المدارس وغيرها من الأماكن. ما الدور الذي تلعبه الأحزاب في تأصيل هذا الفساد في القطاعات المختلفة بالاشتراك مع الحكومة بطبيعة الحال؟ أستاذ إبراهيم، يبدو انقطع الاتصال بالأستاذ إبراهيم مع الأسف الشديد.